السلام عليكم ورحمة الله. لم يكمل الموجز الرياضية. يواجه فريق المحرق نظيره الأهلي في 6 من مساء اليوم ضمن انطلاق مباريات الجولة الثانية من القسم الثاني للدورة الثلاثية لدوري البحرين لكرة السلة، وذلك على صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم، إذ يتساوى الفريقان في جدول الترتيب بعد أن حصد كل منهما 20 نقاط. تنطلق اليوم آخر جولات القسم الأول لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، سيلتقي فريقان نبيه صالح والمحرق عند الساعة 6 مساء، تليها مباشرة مباراة النجمة والبسيتين، حيث تحتضن صالة اتحاد الطائرة في مدينة عيسى الرياضية المواجهتين.